السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم جديد على قناه الو كمال. فيديو جديد ان شاء الله. كما طلبتوا الاخوان خليتوا لنا عده اسئله اننا نهضروا على مشكل الضمان، وكذلك شنو هما الشركات اللي داخلين بشكل رسمي للمغرب، وشنو هما الشركات اللي ان شاء الله غيدخلوا مستقبلا في هذه السنه هذه ان شاء الله. اذا حنا مع التطلعات ديالكم ومع الاسئله ديالكم باش نجاوبوا عليها بكل سرور. اخوان، الشركات اللي داخله المغرب بشكل رسمي نذكروا منهم الابل، وكذلك سامسونج، الهواوي، نذكروا كذلك نوكيا، وايضا شركتي انفينيكس مع تيكنو مع ايتيل، هذوك شركه المهم هما جروب واحد، زيد عليها الاس تي جي، الاكسنت. المهم هادو ابرز الشركات اللي داخلين المغرب بشكل رسمي. المهم الاخوان، النصيحه للاخوان اللي بغى يشريو الهواتف، كنهضر عليها ديما، وكنهضر المهم كندوي عليها بزاف في الفيديوهات ديالي. انت حر، بغا تشري من عند مثلا محل، تشري من محل مثلا محل معتمد، بائع معتمد ولا لا، تيكون معتمد، تيكون اغريم طرف الشركه، كيبيع لك بالكونترا، كيحترم معك مده ديال الضمان اللي هي 12 شهر. واش ديك 12 شهر بصح الشركات كيحترموا روسهم وكيوفيو بالعهد وديك الشيء اللي كيقولوا في ديك البنود ديال ديك الكونترا، واش اللي في ديك العقد البيع مثلا، واش كيحترموا دوك البنود ولا لا. المهم اخوان، كاين شركات اللي صراحه عندهم خدمه ما بعد البيع، خدمه مزيانه صراحه، كيتعاملوا التعامل مثلا كدير لهم مثلا تليفون، كيصايبوا لك سير بلاص في اي مدينه كنتي مثلا، تيكونوا في المدن الكبار، مراكش، اكادير، فاس، كازا، رباط، طنجي مثلا، هادو هما الوجده، هادو هما المدن الكبار، تيكونوا دوك خدمه ما بعد البيع، سيرفيس ابريل فونت، كيكونوا كيحترموا روسهم، كيوفيو بالعهد ديالهم. وكاين بعض الشركات اللي كيخلوا بداك المضامين، داك الكونترا دو فونت مثلا ما كيوفيش بالعهد ديالهم، وكيبقى داكشي حبر على ورق. وهاد القضيه ديال الضمان للتنوير راه مهمه جدا الاخوان، بقاو تردوا لها البال، لانه في عده دول كاينين جمعيات حمايه المستهلك. هنا في المغرب لنا الله سبحانه وتعالى، ما عرفتش المهم واش كاين، ما هي غتكون، ولكن في هادشي ديال الهايتيك ولا هادشي ديال الالكترونيك قدر ما غاديش يتسوق حتى شي حد. كتشري تليفون بزباله ديال الفلوس وكيصدق طايح ليك الشاشه ديالو، ما كايناش متوفراش، كتصدق انت ضايع داك التليفون، وهذا الشيء اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس. وانا راه عندي تجربه، راني والدومين مثلا، ولا رانا في المارشي، رانا عارف شنو كاين. المهم الاخوان، حاولوا تاخذوا من عند الباعه المعتمدين، ولا لا شي انسان كونفيونس، ثقه، ولا نتوما راه يتعامل معكم، لا باع لكم الجديد. المهم هو السيد اللي كيبيع بيع وديز، راه ما غاديش يتسوق لك الا وقعت لك شي حاجه في التليفون، لكن الشركه تقدر تعض فيهم كما كنقولوا باللغه العاميه ديالنا، تقدر تعض فيهم، تقدر سميتو. كاينين بعض الشركات اللي كيحترموا الشركات كتحترم راسها، كتوفي بالعقد مثلا، كتدير معاك كونترا، المهم انه راه مثلا كاينه سنه ديال الضمان في الهاتف، لا تكسرت الشاشه يقدروا يبدلوها لك. المهم هادشي واش كاين اللي كيديروا تسويقي، ولكن كتجي للحقيقه ما كتلقى والو، كتلقى غير هذاك الشيء حبر على ورق. وهادشي الاخوان بغيتكم تردوا لي البال، لانه الضمان راه مهم 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 جدا. خدمه ما بعد البيع، تليفون كتشري مثلا عن شركه اكس، راه لا بد تكون عندهم السيرفيس ابري فون، تهضر معاهم مثلا، انت راه البياس دو شونج ما كيكونش متوفر. مثلا انت مثلا انا في العيون شريت مثلا تليفون ديال شركه اكس، ما بقاش الشاشه ديالو مثلا، ولا الباتري ديال البطاريه ديالو، ما غنجيبها، غنعيط للسيرفيس ابري فون، كيقول لي مثلا استنى التليفون. وهادي قدر كيصايبوه الشركه، كاين شركات تيحتارمو راسهم، كيصايبو بالتليفون، يتعاونوا معاك الخساره، ولا يقدروا يصلحوا لك. المهم لان باقي فيه الكارونتي كما كنقولوا، باقي فيه مثلا داك الكارونتي ديال سنه، فكيحتارمو راسهم وكيصلحوا لك الخلل وكيصيفطوا لك التليفون. وكاين شركات كيبقاو يمرضوا فيك كما كنقولوا باللغه ديالنا، كيبقاو يمرضوا فيك، لا صيفطوا لينا واخا تسنى، راه هادي تتصدق انت مضيع بزاف الوقت. وهادشي الاخوان بغيتكم تردوا لي البال،
وراه ربي اللي كيحفظ. المهم راه بزاف ديال الناس كيضيعوا في الهواتف ديالهم، ما كيعرفوش هاد الخطوات اللي خصهم يتاخذوا. كيسولوني بزاف الناس في لي كومونتير، خويا راه مثلا ترست لي الشاشه ديال التليفون اكس مثلا وهادي ما لقيتهاش، واش نجيبها من برا، واش نتقداها من المواقع الصينيه، واش هادي واش هادي. المهم راه كاينين شركات هنا في المغرب داخلين بشكل رسمي كما ذكرت، سامسونج، ابل، هواوي، نوكيا، الاكسنت، الانفينيكس، الاس تي جي. مستقبلا ان شاء الله غتدخل شركه فيفو اللي شركه راه دابا كتقوم بالتوظيف. المهم هذا ما اشهارنا ولا الاخوان، الاخوان اللي بيدبروا على راسهم، راه كاينه شركه فيفو دابا يلا غتفتح في المغرب. راه كانت في 2017 هي الخامسه، تكلاصات الخامسه في المبيعات في العالم. شو المهم دبروا على راسكم، راه غيديروا دي جيف اواي في الانستغرام، اشتركوا عندهم في الانستغرام، بغيتو نخليكم الرابط. راه كيديروا دي جيف اواي تليفونات ديال 5000 درهم، تقدروا تفوزوا بشي تليفون. وكذلك شركة شاومي ان شاء الله اللي كنتمناو تدخل المغرب، دير ستور، دير لي ستور ديالها هنا في المغرب ان شاء الله. هذا مطلب شعبي ديال الاخوان، بغاو شاومي تدخل المغرب ان شاء الله. راه هكا باش كيكون تكونوا اثمنه مزيانين، ما تبقاش ما كيبقاش استغلال مثلا ديال الاثمنه، ما كيكونش السعر تيكون باين. مثلا راه هاد الهاتف اكس كيتباع بالقد والقد، راه ما تقدرش تزيد اكثر من داك الثمن، راه هامش الربح راه باين، فهمت؟ مزيان فاش كتكون الشركه داخله بشكل رسمي، كيكون خدمه ما بعد البيع، كيكون بزاف ديال لي سيرفيس نقدروا نستافدوا منهم حنا كمستهلكين. وتنتمنى شي جمعيه كيما الجيران ولا كيما الدوله الشقيقه، دوله مصر العربيه الشقيقه، عندهم جمعيه ديال حمايه المستهلك، زودوا الضمان كما كنقولوا، ولا 18 شهر. تخيلوا معايا الاخوان 18 شهر ديال الضمان، حنا ما بالوك حتى 6 شهور ما كيحترموهاش تاع عام. المهم نتمنوا ما يبقاش السوق المغربي يبقى محقور. هذه رساله للشركات، يحترموا المستهلكين ويحترموا الكونسوماتور المغربي، راه سوق مهمه. ولا بغا يبقاو يحافظوا على السمعه ديالهم، يتصنتوا المشاكل ديال المستهلكين. بهكا كتكون استمراريه وكيكون الثقه، راه الشركه الا فقدت الثقه ديالها راه كتكون السمعه ديالها، وراه حنا كاملين عارفين التجاره، الا مشات لك السمعه ديالك السوق راه ما غتبقاش تحقق دوك المبيعات. والمهم ما تبقاش عندك السمعه، راه السمعه هي التجاره وهي ليماج ديالك في السوق. لهذا الاخوان كما قلت لكم، راه فيفو ان شاء الله غتدخل مزيان باش تكون هكا المنافسه، يكونوا اثمنه تنافسيه. شاومي على ما سمعت ان شاء الله راه دارت شراكه مع جوميا، تقدر تدخل المغرب ولا راه داخله المغرب. المهم مازال ما تاكدتش من هذا سميتو، قلبوا وخليونا في لي كومونتير اللي عندكم شي خبيره، قولوها لنا في لي كومونتير. المهم الاخوان كان هذا الفيديو ديالنا اليوم دردشه، المهم قبلوا علينا ومرحبا بالتساؤلات ديالكم. والجديد ان شاء الله غيكون عما قريب ان شاء الله في رمضان، تسناونا. واي برودوي بغيتونا نديرو ليه المراجعه خليونا، شنو البرودويات اللي بغيتونا نجيبو ان شاء الله. فما كاينش اي اشكال الاخوان، الا ما كانش هنا نحضروه ماشي مشكل، راه المهم راه كاين لا سبونسور لا والو، ما نخبيش عليكم، راه حنا المغاربه ما كنبغوش نعاونوا بعضياتنا، راه ما كاين لا سبونسور لا والو، راه كنشريو لي برودوي من جيبنا. واخا كاع يكون سبونسور، راه داك الشيء اللي غيكون في مثلا في المنتوج غنقولوا بلا ما يفرض عليا شي واحد اشنو غنقول ولا شي حاجه، راه الثقه هي كلشي. وانا هذا حب هذا الدومين هو اللي خلاني كندير هذا الشيء. الحمد لله انا خدام، ماشي كنفوع عليكم ولكن انا راه خدام، هذه غير خدمه ثانويه كنديرها ولا غير هوايه كما نقول، ماشي خدمه، غير بديتها كهوايه. وان شاء الله حنا مكملين مع بعضياتنا. لهذا شويه ديال الدعم الاخوان، دعمونا بارطاجيو هذا الفيديو هذا، نصحوا صحابكم يدخلوا للقناه باش هذا المحتوى يكون في المغرب. كنشوفوا دول، عده دول كاين عده مراجعين، كمصر كالاردن كالسعوديه، عده مراجعين. المهم مراجعين عرب بغينا حنا نهزو بالمحتوى المغربي. فحنا الاخوان كنقدموا غير النصائح وكنخسروا من جيبنا كما قلت لكم، انا راه مخلي وقتي وقت وليداتي، كنجي
نجيب لكم الجديد. وتانا مهم مرحبا بانتقادات ديالكم، شي حاجه ما عجبتكم قولوها، راه ما كاينش اي اشكال. وبدون لغه الخشب حنا راه كنتواصل معكم بحال خوتي، كنهضر عفوي، ما كاينش لاش نمثلوا على بعضياتنا. فكما قلت لكم الاخوان، انا راه الحمد لله خدام مع هاد اليوتيوب، راه ديرو غير هوايه، ولا هاد ماشي كاع اليوتيوب، هاد المراجعه ديال الهواتف ولا هادشي ديال التقنيه راه ديرو غير هوايه. كنشري برودوي من جيبي، تخيل معايا تشري غير ثلاثه ديال التليفونات ب 3000 درهم، بشحال غتبيعوا؟ ولا راكم عارفين ما كاينش دعم الاخوان. الدعم الحقيقي هو نتوما، هما الجمهور، هما المشاركين. لهذا شاركوا بكثره وبارطاجيو معنا الفيديو ديالنا ان شاء الله. يلا وخليوا لي في الكومونتير اش من برودوي بغيتو نجيبو ان شاء الله للمراجعه. يلا كان معكم خوكم كمال من قناه الو كمال. السلام عليكم.